صافر وهذا ما طالبوش 372 مليون، قال لي غير واحد الامانه بغيتها باش نقضي الغرضات ديالي. قال ليه اجي معايا، مشى جابو بالطوموبيل، جا لعندو خداه بالطوموبيل، وفي الطريق هما غاديين غيديه لواحد ديبو في تماعيت ديال العائله محمد المرحوم، كيتصل باحد اصدقائه بالتليفون وكيخلي ليه واحد الرساله صوتيه. سمعوها. صباح النور اخويا عليا بخير، كتصبحتي مزيان؟ ما في دوت ذاكرة. اشي فطور؟ انا اخويا نقضي اشي اغراض ونجي. استنى واحد الامانة عطيها لي واحد السيد يمشي ينفيستي شي حاجة في البنكارة، غادي ندوزو ان شاء الله. نفطر معاكم ونزل نحسنو ان شاء الله قضيت عليه الاغراض ديالي. مع 3:07 بالضبط تليفون ديال المرحوم تطفى. اشنو وقع؟ الله اعلم. حسب الاعترافات ديال رضا القاتل، جا لعندو استدرجو للديبو، داه للديبو، ضربو، خشاه في الكوفر وقجو بشي حاجة بالكاوتشو، غادي يكون شي شومبرير ولا شي حاجة، قتلو. لما قتلو خلاه في الكوفر ديال الطوموبيل. تصورو معايا، نهار الاثنين الحادثة غتكون وقعت في 3 بحال هكاك، خلاه في الكوفر ديال الطوموبيل ومشى لدارو. الأصدقاء ديال المرحوم كيقلبوا فين مشى فين مشى، هو قال لهم خلى لي اوديو اللي سمعتو وقال لهم انا راجع انا غنمشي غادي نقضي غراض وغنجي. ال 12 ديال الليل انا كانوا عيطوا عليا شخصيا حوالي 5 د العشيه وقالوا لي رضا راه واحد صديقنا راه تغيب الله يخليك، واش شنو غنديروا واش يمكن؟ انا قلت لهم راه ما يمكنش لكم تمشيو عند الشرطه ويلاه دازت 5 ولا 6 السوايع وانتم ما عارفينش، تسناو الغيب حجتو معاه، تسناو على الاقل حتى لغدا الصباح، وديك الساعه سيروا المخفر ديال الشرطه القريب وسولوا، والا ما كاينش في سبيطار ولا هذا وحطوا الشكايه ديالكم. الاصدقاء مع 12 ديال الليل ديال نهار الاثنين كيقلبوا في التليفونات كيتعيطوا بيناتهم، هذا عرفوا بان المرحوم كان داير ميعاد مع رضا وراه هو اللي جا عنده وداه. كيقلبوا على التليفون ديال هاد رضا حتى لقاوه عيطوا عليه وقالوا ليه الله يخليك فينا، هو انت اخر واحد اللي كان معاك وانت اللي خديتيه من الباب الدار وشنو فين مشى في الحي محمدي هادشي فين ديتيه؟ قالوا ليه احنا جايين عندك، قال لهم ما تجيوش عندي للدار. نتلاقاو في ستاسيون توتال اللي كاينه في حي الداخله في كاينه لا ميزون مرسيدس. ملي جاو لتما كيدو معاه كيعاودوا ليا السيد مخلوع، قال لهم كيفاش عرفتوا سميتي وكيفاش عرفتوني انا اللي كان معايا. خلال المده كامله اللي رضا كيتعامل معاها مع المرحوم كيقول للمرحوم ما عمرك تذكر سميتي الا كان معك شي واحد، ما عمرك تقول شي واحد كتعامل معايا ولا كتعرفني، واخا تلقاني في الزنقه حداك ما تعرفنيش لان الوالد ديالي برلماني ودخل في السياسه وهذا وما خاصش يعرف هادشي. وهذاك الشيء اللي طرا، هما لقاو في واحد التليفون الثاني وفي واحد المعامله تجاريه لانهم كيقدروا يدخلوا ويعرفوا التعامل ولا شنو دار، وجبدوا السميه مع من تعامل وجبدوا التليفون ديالو. السيد كان مرتبك، داروا معاه قالوا ليه غدا في الصباح ضروري تمشي معنا للكوميساريه، ما نطلقوش منك غدا الصباح نتلاقاو في الكوميساريه. وهذاك الشيء اللي طرا. تصوروا معايا نهار الاثنين وجا عندهم الستاسيون توتال، ولا غدا جا الكوميساريه والجثه كاينه في اللور ديال الطوموبيل. كيفاش غادي تكون تقدر تنعس؟ كيفاش يمكن لك تخرج الزنقه وتدخل الكوميساريه وانت عندك جثه في الطوموبيل؟ هذه راه مصيبه. هذه هنا فين بغينا عاوتاني مره اخرى كنجدد النداء ديالي الى الناس الباحثين والعلماء واللي بغينا في الاجرام وفي علم الاجتماع، اش وقع لهذا الدري باش دار هذه الفضيحه بحال هكا؟ هذه راها مصيبه. دخلوا للكوميساريه استنطقوه، الناس ديال الشرطه القضائيه دوزوه من عين لبرا، ما تلقوه حتى العشرة د الليل، لان كيقول لهم انا حطيته في احدى يونيفرسيا بوليس وتما راه يمكن كان غادي لمراكش مع شي صحابو باش يشري شي بقعه ارضيه تما، بغى يوضر لي بيست. الشرطة القضائية كانوا مطورين، سرحوه وداروا بحال إلا أمنوه، كتسمى أمنوه
بان راه ماشي انت وانت ما داير حتى حاجه، وقالوا العائلات والناس راه السيد ما داير والو راه بريء صافي يسير. يا ثلاث العشرة ديال الليل عنده جوتة في الكوفر، اشنو غادي يدير بها؟ مشى خدا واحد 5 لترو ديال ليسانس، مشى لواحد الخلا في الحي محمدي، حط الجوتة شعل فيها العافية. شوفوا البشاعة ديال هاد الجريمة هادي كيفاش. هادشي علاش كنقولها، خصنا علماء وباحثين في علم الاجتماع، خصنا باحثين في علم الإجرام يشرحوا لنا كيفاش شاب قاري، عائلة ميسورة، عائلة مستقرة، يعني ما عندهمش مشاكل كبيرة ولا بيناتهم ولا شي خواض ولا شي حاجة، يوصل لهاد الحدة ديال الجريمة. من يحرق لوكور مشى كينعس مع راساتو بخير وعلى خير. نهار الأربعاء في الصباح واحد السيد كيجمع لا فيراي وهذا كيدور تما في دوك الخلا، كتبان ليه الجوتة تخلع، مشى كيجري جاب شي ناس لقاهم تما صحاب الكوخ تما بحالو، قال لهم اجيو تشهدوا معايا شو شفت. جاو كاملين عيطوا للمقدم، المقدم خبر الأمن الوطني، جاو كاملين. جوتة كاينة مع الصباح، لقاو الجوتة بعدا كلاوها الكلاب. هادي آفة عندنا هاد المشكل ديال الكلاب ولا بغا يتحل. كلاو واحد الطرف كبير منها، اليد محيدة في قنت كل شيء، الله يرحم المرحوم. الأمن الوطني كيستدعي مرة أخرى رضا، لما كيستدعيه كيتصنت ليه السيد ببرودة دم، ما كاينش، ما درتش، ما شفتش، حطيته حدا يونيفرسيا بوليس، هزاته الطوموبيل، راه يمكن مشى لمراكش، كيدخل يخرج في الهضره بخير وعلى خير. وكتوصل به الحده انه لما خرج من الكوميساريه الزوجه ديال المرحوم تلاقات معاه وكتقول ليه اش درتي لراجلي، وكاين هو كينهض عليها كينهض فيها وكيقول لها شوفي راجلك فين مشى، انا راني ما عندي به علاقه. الغريب في هذه القضيه انه حرق الجثه في الليل ديال الثلاث، الاربعاء 3 ديال الصباح و33 دقيقة بالضبط، دار واحد المعاملة تجارية رضا من التليفون ديال المرحوم بالحجة والدليل. ها هو عندي هنايا، دونك رضا خدا التليفون ديال المرحوم ودار معاملة تجارية من بعد ما حرقوا، خدا الفلوس صيفطهم وهادشي. وهنا في قضية التحقيق، خاصو تليفون ديال المرحوم ولا التليفون ديال رضا القاتل، يجيب شي واحد من الدراري اللي كيفهموا في هذا الميدان ديال العمله الرقميه والتجاره الالكترونيه. كاينين دراري قافزين في اكادير كيطيروا، وانا تكلمت مع شي وحدين منهم وقال لك مستعدين يجيبوا التليفونات يعني قدام قضيه السيد قضيه التحقيق ونشرحوا ليه، لان هما غادي عارفين الخبايا ديال هذا الشيء وكيمكن يخرجوا. قال لك اعطينا غير التليفون قدامه وغنعطيوه كل شيء، الليستينغ فلوس فين مشاو منين جاو بالتاريخ ديالهم، يعني ماشي شي حاجه غير وحده ولا جوج، التاريخ. وهنا غادي الجريمه تقدر توضح ونعرفوا الفلوس فين مشاو وكيفاش داروا وعلاش مشاو. خطير هذا الشيء كامل. دابا رضا القاتل راه هو في السجن ديال ايت ملول، وعنده جلسه امام ولا غيدوز قدام قاضي التحقيق نهار 20 دجنبير. واحد العدد المواطنين منهم العائله ديال المرحوم اللي انا على اتصال بهم، اللي بشكل ديما انا كنقول لكم من اختفى نهار الاثنين 4 اسابيع ولا 5 اسابيع عيطوا عليا الناس اصدقاء، او رضا راه مشى راه ما عرفناش ولا وحنا على اتصال. كيقول لك راه القضاء راه حنا خايفين، راه بحال والو يرباه، لان برلماني، لان حزب التجمع الوطني للاحرار، لان عنده الفلوس يقدر يدير. كنقول لكم انا كنت كنقولها في كل خطره، راه لا يمكن يكون اللي بغى يكون غادي يمشي، غادي يمشي جريمه ارتكبها خطيره، غادي للسجن. يمكن هذا الشيء راه فيه المؤبد ولا فيه واحد 25 عام. دونك انا شخصيا كنثق في القضاء الحالي، اللي كانوا قبل من هادو ما كنتش كنثق فيهم، لان ذقت المراره ديالهم وشفت البشاعه ديال شي حوايج داروها. اليوم القضاء مدينة أكادير إنزكان لا السادة وكلاء الملك ولا رؤساء المحاكم ولا الوكيل العام، كنشوف كيفاش بواحد الاحترافية كيفاش
كيمشيو لكاع دوك السماصريه وكاع دوك المخلويضين وهذا، كيفاش دايرين هكا كيقلبوا كيقول لك اي واحد طلبوا ليه الرشوه ولا شي قاضي ولا كانت بصح يجي مكاتبنا محلوله يجي ويدخل، ما ديوش في شنو كيتقالوا والتفاهات لا القضاء ودار فلان وقال فلان وهذا، هضره قديمه انا ما كنكرهاش، هضره انا كنت كنقولها في كل خطره، راه لا يمكن يكون اللي بغى يكون غادي يمشي، غادي يمشي جريمه ارتكبها خطيره غادي للسجن، يمكن هادشي راه فيه المؤبد ولا فيه واحد 25 عام. دونك انا شخصيا كنتيق في القضاء الحالي اللي كانوا قبل من هادو ما كنتش كنتيق فيهم، لان ذقت المراره ديالهم وشفت البشاعه ديال شي حوايج داروها. اليوم القضاء مدينه اكادير انزكان لا الساده وكلاء الملك ولا رؤساء المحاكم ولا الوكيل العام، كنشوف كيفاش بواحد الاحترافيه كيفاش كيمشيو لكاع دوك السماصريه وكاع دوك المخلويضين وهذا، كيفاش دايرين هكا كيقلبوا كيقول لك اي واحد طلبوا ليه الرشوه ولا شي قاضي ولا كانت بصح يجي مكاتبنا محلوله يجي ويدخل، ما ديوش في شنو كيتقالوا والتفاهات لا القضاء ودار فلان وقال فلان وهذا، هضره قديمه انا ما كنكرهاش، هضره قديمه. اليوم احنا الناس ديال اليوم وبغينا واحد المستقبل وبغينا قضاء مستقل قضاء نزيه، معليك الفريق اللي كاين دابا استبشروا خيرا. علاش دير هذا الفيديو؟ كنعاود نرجع ليها، ما خاش هذه الجريمه تمر مرور الكرام، ردوا بال لوليداتكم، ها هما عائله كبيره، ها هما ما خصهم حتى خير، ها هما قارين، ها هما عائله مستقره، ماشي راه مطلقين والمشاكل وهذا، وشوفوا الولد باش يخبي على باه اش دار؟ يتم واحد البنيه عندها 9 شهور ولا 10 شهور ولا شحال، خرج على واحد الزوجه، خرج على واحد العائله كلها، لان محمد المرحوم انسان بسيط في حياته، ما عندهمش الفلوس، ما كان عندهم حتى حاجه، هو اللي صوفى راسه، هو اللي خدم وهز عائلته كيقري خوتو مو باه هزهم هز عائلته كامله، ماشي شي واحد اللي كان شو كيخرج عليهم هذا، وهذا مول 27 عام القاتل، شو كيفاش غيمشي للحبس حياته كامله وخالق المشاكل لعائلته ولخوته وكل شيء.